هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. استضيف يومه الملتقى الثالث للسادة رؤساء الوظائف الجهوية لكرة القدم. اللقاء الأول كان في مدينة العيون، الثاني في مدينة الجديدة، والثالث هو الذي تعيشه مدينة مراكش. هذه سنة حميدة اتخذها السادة رؤساء الوظائف باش يجتمعوا فيما بينهم ويكونوا أيضا معين ومساعد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي اتخذت في هذه الأونة الأخيرة على عاتقها تطوير المنظومة الكروية في المملكة. ولا شك أننا الجميع يشوف أن بوادر النجاح لتطوير هذه المنظومة اتضح جليا في كون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أصبحت من مصاف الجامعات الإفريقية، واللي عندها مقعد أساسي في الاتحاد الإفريقي وأيضا في الاتحاد الدولي. وكذلك حتى كرة القدم المغربية في هذه الآونة الأخيرة بفضل هذه السياسة وبفضل هذه المنظومة التي تطورت من طرف الجامعة الملكية المغربية أصبحت فرقنا وأنديتنا التي تلعب في وطنيا ولتتحقق ألقاب قاريا ودوليا. وهذا هو الملتقى الثالث كما قلت باش نتبع التوصيات اللي أخذناها على عاتقنا واللي ندينا بها وهل تحقق منها شيء أم لا يتحقق. وبفضل هذا اللقاء لا بد أنه سيتحقق الكثير والكثير التي ننشده كعصب جهوية وننشده كقاعدة كروية وفي ميدان التقني اللي عرف واحد التطور بفضل العمل الجبار للجامعة. أن اللجنة التقنية والإدارة التقنية عرفت واحد الشيء كثير. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.